حبايبي جريد 5 مكملين دروسنا فيرست ترم 2024. احنا خدنا يا مستر كلمه مالتي بلاي، اقول لك ايوه يعني بنعمل تايمز، وخدنا يا مستر تو ديجيتس او مور، ايوه بس الجوريزم ديت لا. امال احنا خدنا ايه؟ احنا خدنا الديستريبيوتيف وخدنا الاريا موديل بار، ان احنا نعمل بار. النهارده الفكره الثالثه، طب في الامتحان هتحل باي طريقه؟ تعالى بقى مع بعض نشوف طريقه النهارده، والطريقه دي هي اللي كان كل اهاليكو زمان بيشتغلوا بيها، اللي هي بنقول عليها الجوريزم. اسمع يا باشمهندس، الراجل ده مديني تو نمبر تايمز تو نمبر، انا مش هعمل بار ولا هفك، امال هتعمل ايه؟ انا هاخد يا مستر الونس من تحت، هنشتغل منين؟ هتعمل ايه؟ قال لي هطلع اخده اعمل تايمز لل6 واخده اعمل تايمز لل2. نقول تاني؟ انا حطيت لك تو نمبرز وقلت لك الجوريزم، حضرتك هتعمل ايه؟ حاضر يا مستر، هاخد من تحت، هاخد الونس واطلع بيه واعمل تايمز للونس والتنس. ستوب، تعال قول لي يعني ايه برضه مش فاهم. بص يا حبيبي، 3 تايم 6، طب انا بنسى، بطلع ايديا وعد بال 3. طب انا بنسى، برضه اقول لك طريقه ثانيه، ويا رب نسمع ونتعلم. تحط 6 وكمان 6 وكمان 6، ال 6 ثلاث مرات وتعمل بلس تبقى 18. يعني انت دلوقتي ما عندكش حجه انك تقول لي ما بحبش جدول الضرب، التايم تيبل دمه تقيل على قلبي، اعملها بلس حبيبي. طب انا لا عارف دي ولا دي، تقعد في بيتكم حبيبي. بكتب 8 وكاري 1، بكتب 8 وكاري 1، يبقى 6 تايم 3 18. اكتب 8 واقول كاري 1، اروح بعد كده اخد ال 3 تايم 2، 3 تايم 2، عندي طريقتين، اطلع 3 فينجرز واعد بال 2، او اكتب 3 تحتها 3 واشتغل بالبلس. خلاص بقى ما بديش فرصه لطالب يقول لي انا ما بحبش التايم تيبل، عندك طرق كتيره بديها لك بديله. يبقى 3 تايم 2، طب والراجل اللي فوق اعمل بلس. تعالى بقى اللي جاي، هروح للثري اللي في التنس. انت سمعت المستر قال ايه؟ 3 في التنس، اروح جاي تحت الوانس واعمل زيرو، عشان انا هبدا من التنس. الثري دي تطلع تعمل تايمز للوانس والتنس. ايه ده؟ يعني انت بتكرر تاني؟ ايوه بكرر تاني، خدت الوانس عملت له تايمز للوانس والتنس. والنبي يا حاجه عينك معانا هنا، ده بعد اذن حضرتك. وبعدين التنس اطلع وانس وتنس. الله يا مستر، طب ما هي زيها. صح، يبقى دي 8 ودي 7. خلصنا، اقول له اخر حاجه هعمل بلس. يبقى لازم ترتيب للخطوات، اقول له ايوه. 8 بلس 0 7 بلس 8 15 وكاري 1 7 1 8. ادي طريقه الحل درس النهارده. طب معلش يا مستر، بعد اذنك عايزين ناخد واحده تانية. ده موديل بار، لا احنا خلصناه ما ينفعش. طب هل ممكن تجيني بالشكل ده؟ طب ايه ده يا مستر؟ ده ميسنج. طب وده هجيبه ازاي؟ حضرتك هتعمل تايمز هيظهر لك الميسنج. مش فاهم كلامك يا مستر. بص معايا، هنبدا منين؟ شكرا يا 6، هروح تعملي تايمز، وبعد ما تعمل تايم 7 برافو عليك، وبعد كده اروح لل 7. طب انت قلت بعد ما بخلص الوانس المفروض هنا اكتب كام؟ شكرا. يبقى الناس اللي فاهمه عارفه ان لما اجي ابدا من التنس هحط زيرو بس كده، وبكمل مسالتي عادي. طب معلش يا مستر، ادينا واحده وحل معانا. حاضر، هناخد نمبر بي. يبقى انا هاخد مين؟
تايمز كام؟ يا مستر ما بعرفش في جدول الضرب، اديتك طريقة ثالثة، قلت لك ادي الايت وادي الناين. اعمل لها بلس كام عشان تبقى الله، ازود على الايت كام؟ 2 عشان تبقى 10. اكتبها فوق منها؟ لا، اكتبها الناحية الثانية. يا ناين محتاجة 1، اكتبها هنا. اشمعنى؟ عشان المفروض لو حد ذاكر كان هو يقول، مفيش غير حبيبة اللي بتقول، معرفش ليه. حاضر، 2 تايم 1 ب 2، واعمل لدول ماينس، تبقى 7، بقت 70. لو انت ملاحظ كتب ال 2 وعمل كاري مين؟ 7. فور مين يا ابو فور انت؟ ولا يهمك حبيبي. ارجع اخد ال 8 تايمز 4. 8 تايمز 4، حد من الحلوين عارف؟ قولوا. طيب معرفش ليه بتيجوا وتخافوا كأن المستر ده بيعض. قول يا بابا. شكرا. بص بقى معايا 32، كتبتها ليه بره؟ اقول له عشان معايا 7. طب ودي هتعمل لها ايه؟ اعمل لها بلس. في حاجه اسمها طريقه حل، لو انت ما قلتهاش اتحداك، لو انت عرفت تحل اتحداك. فيبقى ساعتها دي هتبقى 93، ادي الناين، اديني جبت الميسج. الراجل بعد كده يقول لك استخدم الاريز، امسح كل ده عشان هنبدا حاجه جديده. هناخد مين بقى دلوقتي؟ تروح تعمل تايمز 7 تايمز 9، عندك ادي طريقه. طب انت ما طبقتش في البيت؟ خلاص يا عم انت حر. هو انا كل مره لازم اراجع لك كل الدروس؟ طبعا لا. 63، كتب ال 3 وعمل كاري 6 اهي. ارجع اخد ال 7 تايمز 4 كام يا مستر؟ عندك كذا طريقه، تحط 4 7 تحت بعض وتعمل بلس. طب انت مش عايز، انت حر حبيبي، اقعد في بيتكم. تبقى 28، يبقى سوري، يبقى انا الاول خدنا دي 36، 28، بكتب ال 28 بس اقول له في عندي فوق كام؟ هتعمل لها ايه؟ تبقى كام؟ هنا 4، ادي الميسنج، اصل 8 و6 14. اخر حاجه بعمل بلس تبقى 2، 9 و3 12 كاري 1، 3 1 ب4 وكمان 4 تبقى 8، وادي ال 3. يبقى درس النهارده محتاج ان انا كنت اسمع كلام المستر وراجع التايم تيبل بطريقه اعلى. تعالوا حبايبي نكرر تاني ازاي نعمل مالتبلاي ل 2 ديجيت مع 3 او 4 ديجيتس. تقول لي ببدا بالوانس 9 تايم 7، وخدنا اكتر من طريقه، عايز بقى اجابه 63. انت ليه بتكتبها قدامك؟ حاضر، عشان هاخد ال 3 واعمل كاري 6. عشان كده انا بحب الحاجه تبقى قدام عيني وانا شاطب عليها. ارجع اخد ال 9 تايم 6 كام يا مستر؟ حاضر، لو بننسى عندك الطريقه هي 54. ليه بتكتبها؟ اقول له عشان انا لسه هعمل لها بلس 6 فتبقى 60. هكتب 0 وكاري 6 برضه. تصدق ان انا ما كنتش شايف ال 6 فعشان كده انا قلت لك عيديها. بص معايا 9 تايم 3، اولا احنا خلصنا دول 9 تايم 3 ممكن تحلها بطريقه بسيطه، 9 و9 و9 تعمل لهم بلس. يعني انا اقدر احول اي مساله تايمز اخليها بلس؟ ايوه حبيبي، ما تشيلش هم وتقعد تقول انا مش عارف. تبقى 27. اسال نفسي ليه بكتبها بره؟ عشان عندي بلس 6. تبقى 33، اجي اكتب 33. هو ده يا بابا اسمها طريقه الحل. اجي بعد كده 0 في الوانس، واروح جايب استكتي وامسح كل اللي فوق عشان تبقى مساله واضحه، واقول 2 تايم 7 14 4 كاري 1، 2 تايم 6
12 ومعانا 1 تبقى 13 كاري 1. 2 تايم 3 6 ومعانا 1 يبقى 7. اخد لاين واقول له هعمل بلس تبقى 3 وادي 4 وادي 6 وادي 10. معلش يا تمارا عايز اشوف اللي انت كنت حليها.